نشوف ايه هي المقادير. اول حاجة عندي الذرة الحلوة هتكون مسلوقة او هنجيب الاكياس الجاهزة، ده رقم واحد. بعدين عندنا هحط الخضرة، الخضرة بنحبها جدا، فهيكون معانا الخضرة. عندي الكريمة، الثوم، البابريكا، الساور كريم، الكريمة الحمضية، ملح، فلفل، بهارات ميكس مع الريحان، برضو بيدي طعم طبعا فظيع في الأكلة. أول حاجة هعملها عايزة أشوح الذرة، فهشوحه هو الأول. كده استنى انها ايه، هجيب هنا الثوم، هحط شويه من الثوم عشان اعمل بقى الصوص بتاعي كده مع الخضره. بابريكا، ورشة الملح بتاعتي، ورشة الفلفل، وإيه، هجيب الكريمة. شوفوا الجمال والحلاوة بتاعتنا اهو، صوص لذيذ جدا جدا، سهل وسريع بس طعمه بيكون روعة، بيطعم الكريمة الحمضية بتاعتي قوي. هنا عندي زي ما احنا شايفين الصوص بتاعي تقل، تعالوا نحطه على الذرة كده، هنزل الصوص على الذرة بتاعنا زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم ده بيكون غموس حلو قوي قوي قوي، ممكن تستخدموه. وبعدين هجيب الساور كريم وبقوم حاطه معلقه كده على الوش، هي هتسيح وبتخش مع الصوص، تطلع حلوه حلاوه. وإيه، نقدم بالشكل الجميل ده كده.